فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يسمى بالمساجد السبعة ومسجد الحديبية؟ يقول: ما حقيقة هذه المساجد وهل لها خصوصية من جهة الشرع؟ أبدا ما لها خصوصية، هذه خرافية، هذه مساجد خرافية يجب هدمها وإزالتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص وجد مبلغا من المال مقداره، لكن مسجد الحديبية عنده شرطة وعنده ناس يصلون فيه، فيترك من أجلهم يصلون فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.